بندور على حريه المصري من ثوره 25 يناير. فين الحريه؟ احنا جينا هنا بكل سلميه في محافظه مبنى مديريه الامن عشان نقول لهم وبأعلى صوتنا ان احنا سلميين، ان احنا بندور على حقوقنا المشروعه، ان احنا بنقول الدكتور مرسي يرجع، ان احنا بنقول ان الدستور اللي احنا استفتينا عليه يرجع وبكل سلميه. كون ان الكذب اللي يقول وزير الداخليه يقول علينا ان احنا رحنا بنحرق بتاع ده في اخواننا في الرابعه بيحرقوا قاعه المؤتمرات، وان احنا هنا بنموت الناس في وزير الداخليه، يا وزير الداخليه انت رجالتك هنا وعارفين ان احنا بكل سلميه موجودين في الميدان. احنا بنقول سلمية سلمية، ولكن اقول لهم الشيخ اتقوا شر الدنياصور الاسلامي، فان الدنياصور الاسلامي لم يحرك ذيله حتى الان. اقول لهم اتقوا شر الدنياصور الاسلامي، فان الدنياصور الاسلامي لن يحرك ذيله حتى الان.